حياكم الله أعزائي المستمعين على أثير إذاعتكم ألف ألف فم في برنامج طبعا برنامجكم الطبي الصحي الأول على أثير الإذاعة. معكم أنا من خلف المايك هاني المهندس. برنامج طبابة، كل ما يعني بصحتك كفرد وكمجتمع وكمنظومة صحية عامة. حنتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم، هي نافذة العين وانعكاس روحها كمان. حنتكلم عن العين ولكن بطريقة ثانية، حنتكلم طبعا عن جفاف العين، وطبعا هذا موضوعنا اليوم في برنامج طبابة. وأذكركم أنكم تحملون تطبيق ألف ألف أف أم عشان تسمعونا في مكان بأحسن جودة، وطبعا أذكركم برقم الواتساب الخاص بإذاعة ألف ألف أف أم عشان استفساراتكم وأسئلتكم لدكتورنا اليوم. رقم واتساب إذاعة ألف ألف أف أم 055-66-89-001. ومعنا من الإخراج والكنترول الأستاذ أحمد موسى. طيب، جفاف العين يا جماعة، جفاف العين معروف أنه ظرف صحي شائع، يعني مين ما جاله هذا الشيء؟ طبعا هو يصيب العين طبيعي لما أنت ما تقدر تأمن لعينك الترطيب الكافي، وطبعا تحس أنه في جفاف قوي، وحتى في أعراض جفاف العين. وبإمكاننا نقدر نقول أنه هذا الشيء ممكن يكون بسبب أنه ما في رطوبة كافية أو دموع غير كافية أو غير مستقرة، وفي العديد من المسببات اللي تؤدي في النهاية التهاب العين لما أنت ما تلحق موضوع جفاف العين أو تلف الغشاء المغطي للعين. أقدر أقول لكم أن جفاف العين مرض يسبب عدم الشعور بالراحة، غالبا تحس أنه فيه كأنه حبة رمل كده في عينك. وطبعا اللي ممكن يكون طبعا حالة محرجة لو كنت أنت في المطار أو في غرفة تحتوي على تكييف عالي وأثناء جلوس على الكمبيوتر حقك، علاج جفاف العين حيساعد في راحة عينك، وبإمكانه طبعا يكون في المنزل أو خارج المنزل، ولكن ما حنتكلم في هذا الموضوع غير مع نجم حلقتنا اليوم الدكتور عيسى باعيسى، استشاري مشارك طب وجراحة عيون. ولكن طبعا نبغى نعرف أكثر عن الأعراض. طيب، لو تكلمنا عن الأعراض الخاصة بهذا الموضوع، قلت لكم تحس أنه في رمل في العين، تحس بحرقان في العين، جفاف في العين، تحس أنه في تكون مخاط حول العين لما تصحى من النوم، تحس العين نقدر نقول تتحسس من أقل يعني ظرف مكيف، رياح، دخان، تحس أنه في فعلا في مشكلة كده في عينك، تحس بإحمرار في العين، صعوبة أنك تخلي عينك مفتوحة، شعور بتعب، كثير أعراضها بالمرة. ولكن دكتور عيسى باعيسى استشاري مشارك طب وجراحة عيون هو نجم حلقتنا لليوم. دكتور عيسى باعيسى، أول شيء في البداية نرحب فيه ونقوله يا هلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا هاني، مرحبا فيك وجميع المستمعين طبابة أعرف، يا مرحبا فيكم. ويا مرحبا فيك يا دكتور، ومنورنا كالعادة بإذاعتك. دكتور عيسى، طبعا لما نتكلم عن جفاف العين نقول إنها تضايق، متعبة، تعطل، أشياء كثير بالمرة ممكن نقولها عن جفاف العين، إنه مو بشيء بسيط، يعتبر حالة تقدر تقول موقفة مرات للحياة. صحيح هاني، يعني احنا خلينا نتخيل بس زجاج السيارة قدامك ما يتنظف، ما بيتغير، ما بترش بموية، كيف هيكون نعم. منظره؟ فما بالك بالعين. العين إذا ما ترطبت بشكل كويس، ما حافظنا على صحتها، حتكون جدا مؤذية وجدا مزعجة، نهايات أعصاب كثير عالية جدا في قرنية العين، بترسل إشارات سواء ألم، سواء بإحساس بجفاف، سواء بإحساس بعدم ارتياح بشكل عالي جدا للدماغ إنه أنا ماني مرتاحة. جفاف العين الآن يعتبر صراحة من أكثر أمراض العيون شيوعا، وبيزيد مع زيادة التكنولوجيا والتقدم العلمي اللي موجود عندنا بشكل كبير جدا 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 100%. وبعدين اللي يخوف في الموضوع إنها إذا يعني إذا عرف السبب طال عجب، ونقدر نقول إنه الوقاية خير من العلاج، يعني لما تلحقها من بدري أحسن، وهذه علامة من علامات إنه ممكن يكون في التهاب مستقبلي أو مشاكل مستقبلية في العين، لازم الواحد إنه يلحقها من بدري. صحيح صحيح هاني، فعلا يعني جفاف العين في بداية سهل جدا، علاجه بسيط جدا، تعرف السبب بتعالجه، بتحاول إنك تشوف إيش السبب اللي موجود وتعالجه بشكل صحيح، لكن تركه وعدم يعني خلينا نقول متابعة. نعم. في مشكلة جفاف العين يؤدي لمضاعفات، في عندنا مضاعفات كثيرة عالية بالنسبة لجفاف العين، يمكن الناس ما هي منتبهة على شيء، يقول لك أنا عندي جفاف وبس، لكن خليني في البداية أقول إيه الأسباب. كلمنا عن أسباب جفاف العين فعلا، تفضل دكتور، معليش على المقاطعة، تفضل. جفاف العين يعني إذا بنصنف جفاف العين هو عدم اتزان في الدم
وسطح العين. فبالتالي في إما إنه سطح العين غير مستوي بشكل ممتاز إنه يبقى الدمع عليه، أو إنه الدمع في إنتاجيته غير كافي أو في خلل فيه، وبالتالي بيسبب عدم وفرة في الدمع وعدم الاستفادة من كميات الدمع اللي موجودة في العين. فبالتالي عدم التوازن هذا والاختلاف أو الاختلال في التوازن اللي موجود بين الدمع وبين سطح القرنية يسبب جفاف العين. أنواعه يعني إذا نبغى نعرف أنواعه فلازم في البداية إنه نعرف إنه الدمع ينقسم إلى ثلاث طبقات. نعم. طبقة دهنية وطبقة لزجة وطبقة سائل أو طبقة الماء. يعني زيوت دهنية وسائل مائي ومخاط، يعني تكون هذه الطبقات الثلاث. بالضبط، هذه الثلاث طبقات اللي موجودة في تركيبة الدمع. فبالتالي أي اختلال في هذه الطبقات بالإضافة إلى اختلال في سطح العين منها قرنية أو ملتحمة العين أو حتى الجفن، أي اختلال فيهم حيؤدي إلى جفاف في العين. حلو. في عوامل مساعدة كثير الآن منتشرة عندنا وحوالينا، بالتالي أيضا بتؤدي إلى جفاف العين. طيب لو تكلمنا عن أبرز أسباب جفاف العيون، هل هو انخفاض إنتاج الدموع ولا تقدم السن ولا إيش هو بالتحديد؟ أكيد في أسباب كثير. أكثر سبب أنا اللي إحنا بشايفينه في الفترة الحالية وهو السبب الخفيف جدا هو إنه الدمع ما بيجلس في العين، فبالتالي بيتبخر بشكل كبير جدا. هذا يعني من الأسباب الشائعة. من الأسباب الشائعة اللي بنشوفها كثير عندنا، وهذا السبب الكثير. ليش بيكون السبب هذا إنه الدمع ما بيجلس في العين؟ إما إنه اختلال في الطبقة الدهنية، لأن الطبقة الدهنية دائما بتمنع من تبخر الدمع. نعم. بالتالي إذا صار اختلال في الطبقة الدهنية حيؤدي إلى نقص في الدمع وبالتالي إلى جفاف العين. أو شيء ثاني إنه يكون الآن الأجهزة اللي موجودة عندنا. نعم. بتخليك مثلا الجوال أو البلايستيشن عند الأطفال أو الآيباد بتخلي إنه الدمع ما بيكون في العين. ليش؟ لأنه جفن العين ما بيتقفل، المفروض إنه جفن العين بيتقفل في الدقيقة الواحدة تقريبا من 13 إلى 18 مرة في الدقيقة. نعم. بالتالي إذا إحنا ما حافظنا على إنه الجفن يتقفل ويفتح يتقفل ويفتح، ينتج الدمع وتنتج الطبقة الدهنية وتصير ترطيب في العين، هيكون في عندنا اختلال. التركيز على الجوال، عدم الرمش، هذه مرة من الأشياء اللي الآن صرنا نشوفها حتى عند الأطفال. يعني كان جفاف العين ما بنشوفه عند الأطفال، الآن صرنا نشوفه بشكل كبير جدا بسبب يعني قلة رمش العين، إن الواحد ما يرمش. أوكي، هذه صحيحة 100%. غريب إنه موجود في الأطفال. بالضبط، إنه ما بيرمش الطفل، ما بيرمش. والشيء الثاني إنه بيكون مركز على اللعبة اللي موجودة على جواله والأيباد. يعني بصراحة صرنا نشوف حالات، يعني أنا أقول لك، ما بقول لك خفيفة، لا متقدمة شوي من جفاف العين عند الأطفال. وهذه صراحة يعني بتزيد المعدل، معدل الإصابة بجفاف العين عندنا صار بشكل مرتفع جدا. يعني صرنا الآن في كل 4 مرضى بنشوف مريض إلى مريض ونص عندهم جفاف العين. نعم. بالتالي المعدل جالس يرتفع. طبعا كنا نقول عادة الاندماش في القراءة أو القيادة هو اللي بيسبب المشكلة هذه عشان عدم رمش العين. الآن حتى الأطفال بسبة الألعاب الجيمز ما بيرمشوا مركزين، فبالتالي بيسوي لهم هذه المشكلة. هم أطفال لسه صغار. دكتور احنا بنطلع فاصل بسيط بس نعطيك نفسك شوي كده وبنرجع نكمل. طبعا نجم حلقتنا اليوم في موضوعنا جفاف العين الدكتور عيسى باعيسى، استشاري مشارك طب وجراحة عيون، وأذكركم برقم واتساب إذاعة ألف ألف عشان كل استفساراتكم فيما يخص موضوع اليوم حق العين جفاف العين على 0556689001. ومكملين معكم أعزائي المستمعين ومع موضوعنا اليوم اللي هو جفاف العين، مع نجم حلقتنا اليوم الدكتور عيسى باعيسى، استشاري مشارك طب وجراحة عيون، ومعكم من خلف المايك أنا هاني المهندس، ومن الإخراج أحمد موسى. أذكركم برقم الواتساب مرة ثانية طبعاً عشان استفساراتكم وأسئلتكم لدكتور عيسى باعيسى 0556689001. يا هلا وسهلا فيك دكتور عيسى، مكملين معك. يا مرحبا، أهلا وسهلا يا مرحبا فيك حبيبي. الله يخليك دكتور. وصلنا إحنا بالتحديد لنقطة حلوة من اللي هي أسباب وعوامل لجفاف العيون، وتكلمنا اللي هي قلة رمش العين، وبالنسبة للأطفال مؤخرا صار لهم نصيب من هذا الموضوع بحكم الفيديو جيمز أو الألعاب بالضبط. أو الأونلاين. بالضبط، الآن الجلسة الكثيرة على الآيباد، والآن إحنا في فترة الصيف هاني، فالأطفال تعرف يعني يا إما موبايل يا إما آيباد. يعني كنا زمان نطلع الحارة نلعب فيها كورة وكذا، بس الآن قلت كثير يعني. أنا أول
فاستخدام الأجهزة أدى إلى زيادة في جفاف العين. لا تنسى كمان عفواً إحنا الآن في فترة الصيف هاني، فترة الصيف دائماً فترة الإجازة كمان بالضبط، فترة الإجازة زاد معدل استخدام الأجهزة، زاد معدل استخدام الألعاب الآيباد والبلاي ستيشن والأشياء هذه، فبالتالي زاد معدل الجفاف. فترة الصيف دائماً فترة حر، فترة هذه بتزيد فيها معدل الجفاف. أيضاً التكييف، احنا في الصيف دائما نستخدم تكييف، التكييف الناس اللي تجلس على التكييف مباشرة او في السيارة بتوجه التكييف على وجهها والعين بشكل مباشر، هذه تسبب جفاف شديد 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 جدا. صح. الناس اللي بتحب الرياضة او بتمشي بتنزل بتمشي في الممشى في الفترة هذه فترة الصيف، انا افضل على الاقل على الاقل يمشي في المساء، لانه فعليا اللي بينزل يمشي في فترة الشمس او فترة الحر اللي موجودة حاليا ايضا بتزيد عندهم معدلات جفاف العين. لا ينسى انه يلبس النظاره، احب اذكر فيها، النظاره الشمسيه تقي اول شيء من الريح او من الهواء اللي بيجي على العين، بالتالي حتخفف. اكيد اكيد يا دكتور، الهواء الحار لما يجي على الوجه بقوه وعلى العين بالتحديد مع الرمل اللي موجود طبعا في الطريق، اكيد 100% حيصير في جفاف. وهذا الشيء لا يعني النظاره مو بتحمي وبس، وكمان انها بتحمي من الشمس غير بتحمي من الجو الحار. بالضبط، هذا الشيء صحيح جدا. يعني هاني لو بتروح مثلا بتدخل على حمام ساونا او جاكوزي بتحس بتطلع منه فعليا بتحس انه عينك حمراء وفيها حرقان وفيها دم. طبعا هذا بنفس يعني بشكل مصغر، يمكن هذا مؤقت خلال 5 دقائق او 10 دقائق في الحمام، لكن فعليا لما تكون انت بتمشي برا ساعه ونص ساعه برا ايضا بتزيد معدل جفاف العين فيها. دكتور اي نعم تفضل حبيبي. ايه تفضل دكتور، معلش على المقاطعه، تفضل حبيبي. الجفاف ليس مرتبط فقط انه بالعين وامراض العين فقط هاني، احب يعني انبه انه جفاف العين، العين دائما هي مراه لصحه العين، لصحه الجسم. العين مراه لصحه الجسم، يعني سبحان الله اي مرض يعني، او خليني اقول 80% من الامراض اللي بتكون في الجسم الا ما يكون فيها ارتباط في العين. اكيد 100% التهابات القزحيه، اما في التهاب في مشاكل الشبكيه، اما في التهاب جفاف العين او التهابات سطح القرنيه. فلذلك الجفاف ايضا مرتبط بالحاله الصحيه. الناس اللي بيعانوا من امراض الروماتيزم هذول بيكون عندهم جفاف كثير عادي في العين. الناس اللي بيكون عندهم صدفيه، اللي بيكون عندهم مرض الذئبه الورديه، حب الشباب، مشاكل حب الشباب برضو أيضا لها ارتباط بمشاكل العين وجفاف العين بشكل خاص. لذلك مو بس مرتكز على العين ومرض في العين فقط، هو أيضا مرتبط بصحة الجسم بشكل عام. هاني الناس اللي ما بتشرب مويه كثير، يعني هذه برضو من الأشياء ترى اللي بتسبب ديهايدريشن، بتسبب قلة في التروية، بتسبب جفاف في العين. صح فعلا. شربك الماء بمعدل كافي، بمعدل يعني خلينا نقول لتر ونص إلى لترين على حسب المنطقة، على حسب الأكتيفتي اللي بتسويها، أيضا بيؤدي إلى ترطيب العين. جميل. ارتباط كامل في جسم الإنسان، ارتباط كامل في حياة الإنسان، ارتباط بكل شيء يقوم في الإنسان، العين مرآة. فعلا عندك كمان دكتور إضافة لكلامك، عندك اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص فيتامين أي أو ألف بالتحديد، هذه كلها تبان بالعين. لكن دكتور في سؤال فعلا جانا بالتحديد على هذا الموضوع، يقول لك دكتور عيسى يا هلا وسهلا، معك غادة من المنطقة الشرقية. دكتور أبغى أسألك هذا السؤال وماني متأكدة منه، عن مكملات الأوميجا 3، هل هي بترطب فعلا العين ولا هذا مجرد حركات تسويقية معتادة؟ لا، الأوميجا 3 أثبتت دراسات كثيرة هاني أنه بيساعد على ترطيب العين وعلى إفراز الغدد الدهنية اللي موجودة، وبالتالي بيساعد من إفراز الدهن. فالأوميجا 3 من الأشياء اللي بننصح فيها، والناس اللي بتاكل سمك يعني بياخذوه بشكل متوازن، اللي ما بيقدر ياكل سمك أو شيء ممكن ياخذه عن طريق الحبوب، حبة يوميا بتكون مرة كفاية إنه ياخذها، وبتساعد بشكل كبير جدا على ترطيب العين. ممتاز. طيب دكتور كمان في سؤال ثاني من الأخ معاذ، يقول لك دكتور أنا عمري الآن ما شاء الله قرب على 60، وكل ما أكبر بالعين بستعمل القطرات هذه اللي هي حقة الترطيب هو بيتكلم عنها، فيبدو لي هل فعلا في علاقة ما بين التقدم بالعمر وجفاف العين، أم هذا معناته أنا بعمل ممارسات غير صحيحة؟
الله وشينا وطي الله يعطيه العافية طولة العمر. يعني آمين يا رب. 60 أنا دائما بقول 60 لسه لعز الشباب يعني. فعلا العمر أبدا ما عمره كان مقياس، أنا معك. أي نعم. فأقول لك الصحيح، التغيرات الفسيولوجية سبحان الله تبدأ تتغير في الإنسان مع تقدم في العمر، هذا شيء طبيعي. منه أنه بتحس أنه الجسم نفسه ترهل، فبالتالي الأداء الأكتيفيتي نفسه تبع الجفن، غمضة العين وفتحتها بتقل، وأيضا تكثيرة العين بتكون ضعيفة جدا. العضلات المحيطة اللي بتؤدي إلى إفراز الغدة الدهنية عشان ينتج الدهن حتكون ضعيفة، فبالتالي معدل إنتاج الدهن من الغدد الدهنية حيكون ضعيف جدا. فبالتالي العمر نعم من أحد العوامل اللي بتؤدي إلى جفاف العين. فالعمر ممكن يكون لي دور يعني في الموضوع. نعم صحيح له دور. طيب ما شاء الله الأسئلة عندك كثيرة مرة يا دكتور، ولكن احنا حنجاوب عليها. حنطلع فاصل احنا الآن، فاصل بسيط ما راح نطول فيه، وحنكمل مع بقية الاستفسارات. دكتور واضح انه الصيف ومشاكل جفاف العين سبحان الله متصاحبين مع بعض، يعني اسمه التناسب. صحيح فأنا أشكرك على اختيارك لهذا الموضوع، لأنه فعلا هذه قضية بنعاني منها في الصيف مع المكيفات ومع الجو الحار. طبعا نجم حلقتنا اليوم دكتور عيسى بعيسى، استشاري مشارك طب وجراحة عيون، وموضوع اليوم هو جفاف العين. احنا مكملين معاكم مع استفساراتكم وأسئلتكم، ولكن رقم الواتساب من ناحية طبعا الأسئلة حابين توجهوها لدكتور عيسى 055-66-89-001، وحنكون بانتظاركم لأي استفسار. أنتم تستمعوا لإذاعتكم ألف ألف فهم، لا تغير الموجة، مكملين. لسه مكملين معكم برنامج طبابة على أثير إذاعتكم ألف ألف فم، معانا من خلف المايك كان المهندس، ومعانا من الإخراج والكنترول طبعا زميلنا الرائع أحمد موسى. طبعا دكتور عيسى بعيسى هو نجم حلقتنا اليوم في طبابة، هو الطبيب المحارب اليوم حيكون معانا في موضوع جفاف العين. دكتور عيسى بعيسى استشاري مشارك طب وجراحة عيون. دكتور عيسى معانا. معك حبيبي محرز. طبعا اليوم دكتور عيسى كثيرين ناس متفاعلين معك بالأسئلة، لأنه واضح أنه مشاكل التكييف والجو الحار والذي منه طبعا كله هو اللي بيسبب جفاف العين. لكن دكتور في عندك سؤال لإحدى السيدات هنا من جدة، بتقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور ألبس عدسات بكثرة، حلو، عدسات لاصقة، يسبب هالشي جفاف العين، إيش رأيك دكتور؟ صدقني أنا أتوقع أنا طلعت معكم مرة في حلقة هاني على برنامج طبابة، تكلمت فقط على العدسات اللاصقة. اللاصقة بشكل خاص يعني. إيه نعم، عدسات حلوة وجميلة سواء زينة أو عدسات أو طبية. طبية أيوه، هي حلوة وخفيفة وكذا، لكن العناية فيها مهمة جدا جدا جدا، والضرر منها يعني كثير جدا جدا جدا, جداً, جداً كمان. بالضبط يعني كذا وكذا، سلاح ذو حدين. بالضبط، فهي حلوة لكن لازم العناية فيها. الآن فعليا العدسات من أحد أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى جفاف العين، خصوصا الشخص اللي بيلبسها لمدة تزيد عن 8 ساعات. ونوعية العدسة مهمة جدا، لأنه مو كل العدسات بتكون عندها نسبة سماح للأكسجين بنسبة محددة، في بعض العدسات تكون عندها سماح للأكسجين عالي، في بعضها ضعيف. فبالتالي اختيار العدسة ونوعيتها والسماح ب مرور الأكسجين في العدسة كل ما كان أعلى كل ما كان أفضل. شيء ثاني أنا دائما بقول لا تستخدم العدسات اللاصقة أكثر من 8 ساعات، حتى لو كانت العدسات اليومية، يعني العدسة اليومية بتجي بتلبسها وترميها في نفس اليوم. طب دكتور أنا حقطعك في موضوع معين، في عدسات تلبس بالأيام صح ولا طبية؟ ما ننصح أبدا 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 أنه أحد ينام في العدسة، يعني يعتبر خطر مو شيء طيب. طبعا 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 ما في عدسة انك تقول خليك تلبسها بشكل دائم الا اذا في حالات العلاجية، في بعض الحالات العلاجية، لكن مش عدسات الزينة ولا عدسات النظر العادية. في بعض الامراض هي بنحطها احنا كاطباء في العيون، في بعض حالات او في خلينا نقول في حالات الالتهابات او عدم التئام القرنية بنحط عدسة وبنعطي فوقها مضادات معينة بحيث أن نقلل حدوث الالتهابات. لكن العدسة العادية اللي بيلبسها الشخص العادي سواء للزينة أو للنظر لا يسمح أبدا أنك تنام فيها، ولا يسمح أنك تغسلها بالماء العادي، تغسلها بالمحلول تبعها وما تلبسها أكثر من 8 ساعات. شيء ثاني نعم. حاول دائما أنك تحط قطرات ترطيب حتى وانت لابس العدسة، يعني عادي ما يأثر أبدا أبدا. في أنواع من أنواع القطرات الترطيب بهاني
بتكون خفيفة جدا، وبالتالي بتنزل من تحت العدسة وتغسل القرنية وتغسل سطح العين وبشكل ثابت وما بتحس فيها. ممتاز، هذه معلومة جديدة علي. أنا فكرت لما تبس العدسات ما تقدر تقطر عليها من يسموها المرطبات أو القطرات. لا لا أبدا، تقدر ترطب، ولكن اختار القطرات الترطيب اللي تكون خفيفة جدا، ما تكون اللي تكون ما تكون زي الجل. هذه اللي تستخدم اللي تكون جدا خفيفة ما تكون ثقيلة. فهمتك دكتور. أنواع كثيرة مثل الأوكتيف، مثل تيرز ناتشورال ثري، أنواع كثيرة تكون خفيفة وتكون خالية من المواد الحافظة، تقدر تستخدمها مع العدسات وتلبسها وترطب عينك، وحتقلل لك من إحساس الحرقان، من إحساس عدم الارتياح، الإحساس الأجسام الغريبة اللي في العين. واتفق معك يا دكتور في موضوع أن العدسات أكثر من 8 ساعات لا ينصح بأن الواحد يخليها على عينه. أبداً أبداً، يعني أنا دائماً بقول للمرضى أنه أنت بتكون مبسوط بلبسك للعدسات، لكن لما تكون طبيب عيون بتكون مستاء جداً، لأن الأبيوز أو عدم الاستخدام الصحيح عندنا كمجتمع عالي جداً جداً جداً. طيب دكتور، في طبعاً معانا الأخت شروق بتقول لك دكتور عندي التحسس الموسمي اللي هو الحساسية، وطبعا باخذ الانتي هيستامين وقت حكاية اللي هو اللزوم، ولكن بلاحظ دكتور انه بيصير عندي جفاف غريب في العين، جفاف غريب فعلا كأنه عندي رمل في عيني، وبستعمل اللي هو القطرات اللي هي طبعا ترطب العين الثقيلة حتى مو البسيطة. تقول لك هل أدوية التحسس هل لها علاقة يعني بهذا الموضوع؟ والله هي سنتين لهم علاقة. يعني أول شيء الحساسية نفسها أو حساسية الربيع بصير في تهيج في العين، بصير في تخلخل أو عدم اتزان في الدمع وفي الإفرازات في التروية، فبالتالي بتؤدي إلى جفاف بشكل طبيعي. أيضا نعم. مضادات الهستامين ومضادات الحساسية بيكون فيها مواد حافظة، المواد الحافظة هذه هي بتؤدي إلى جفاف العين، فبالتالي دائما إحنا لما بنوصف قطرات الحساسية بنمشي كورس بقطرات ترطيب. حلو. نعالج الجفاف وأيضا بنعالج الحساسية اللي موجودة. حلو، يعني الاثنين مع بعض اللي هو ترطيب وحساسية في نفس الوقت. طيب دكتور عيسى، هذا معناته أنه في أدوية بتسبب الجفاف؟ لا ما هي الأدوية هاني قد ما هي المواد المساعدة، احنا بنقول مواد المحافظة أو المساعدة اللي بتكون مع الأدوية. لذلك أنت الآن لما تبغى تشتري قطرات ترطيب بتلاحظ أنه في قطرات بيكتب لك أنه خالي من المواد الحافظة أو المواد المساعدة. نعم. وفي قطرات ما بيكون مختلفة. ليش الآن التوجه الكبير للشركات الأدوية إنه يقللوا من المواد هذه، بالتالي بيساعد إنه ترطب العين بدون ما تضر العين أو يكون فيها إشكالية. ممتاز، حلو، يعني هذا كأنه حل بديل يعتبر وجدا عملي. بالضبط. دكتور أتوقع إحنا عرجنا على الموضوع تكلمنا عنده، لكن في الأخ فكري يقول السلام عليكم، سؤالي للدكتور، استخدم الجوال أو أقرأ قرآن أو جريدة أو شيء لمدة طويلة يصير لي احمرار بالعين وخاصة في العين اليسرى. أتوقع نفس القضية صح ولا؟ اللي هو عدم الرمش. نعم. أو عدم الواحد يرمش. عدم الرمش بالضبط، الناس بتكون مركزة ما بترمش كثير، وبيكون ممكن يكون عنده أصلا قصور مثلا في الغدة الدهنية أو شيء، بتزيد من نسبة الجفاف أثناء ما بيقرأ قرآن أو بيتصفح في الجوال أو بيتابع التلفزيون بشكل عام، فبالتالي بتزيد عنده. يختلف الشعور من العين إلى العين الأخرى، لأنه كل عين بتكون منفصلة في الغدد، في الأعصاب، في حساسية، في أي شيء من هذه بتكون مختلفة عن العين الثانية، بالتالي أحيانا بتحسه في العين اليمين زيادة أو في العين اليسار زيادة أكثر. طيب حلو، جميل، ممتاز، يمكن صح الجفاف يكون في عين أكثر من الثانية. طيب الله يسلمك الأخ محمد يقول لك عينه اليسار تلف كثير نفس الرمش. حلو، طبعا هو ما يؤمن، واضح انه ما يؤمن بهذا الكلام الفاضي، يقول لك عينه رفت اليمين عينه رفت اليسار حيشوف شيء. لا هو بيتكلم يقول يرف باستمرار عندي زي الارتجاف العصبي في الجفن. يقول لك هل هذا شفاف يا دكتور؟ كويس انه ما يسال احد من كبار السن او الجدات، لا حيقولوا له لا انتبه ترى انت حتشوف واحد ما يصير خاطرك. ايوه بالضبط. لا الرجفة اللي بتيجي في العين هي بتيجي زي النبض هاني، يعني كذا بتحس انه في شيء ينبض في العين نفسها، بيعانس منها كثير من الناس. هذه لها اسباب محدده، في له امراض مثل امراض الاعصاب وكذا، لكن هذه نادره. لكن الشيء الشائع بيكون الشخص اما انه بيشرب كافيين بشكل كبير، شاي كافيين، حلو، فهذه بتزيد من الاعصاب وبتزيد من النبضات العصبيه فيها، وبالتالي بتسوي له زي الرجفه. أو الأشخاص المدخنين اللي بيدخن بشكل كبير وكثير عالي جدا، أيضا هذه أحد الأسباب.
السبب الأخير اللي هو أيضا جفاف العين. جفاف العين إذا كانت العين جافة أو كان في التهاب في حافة الجفن أيضا يؤدي إلى الرجفة اللي موجودة أو النبض اللي بيحسه في جفن العين. والله دكتور عيسى شوف كثرة الكونسومينج حق الكافيين أو شرب الكافيين الكثير بيسوي أصلا جفاف في الجسم، وبالتالي طبيعي أنه يصير في هذا الرشف، يعني منها جفاف ومنها كافيين. صحيح صحيح دكتور. يقول لك شكرا يا دكتور ريحتي لقلبي. يعني ما حد يشوف أي أحد يضرك. لا تخاف يعني الأمور كلها تحت السيطرة إن شاء الله. لا تمام حلو حلو، بالعكس إجابتك كانت جدا جميلة يا دكتور. دكتور طيب لو تكلمنا عن أنواع الأدوية حسب وجهة نظرك الشخصية. لا يقول لنا المخرج لا بقينا وقت الحمد لله. لو تكلمنا عن الأدوية اللي ممكن تسبب جفاف العين، هل في أدوية معينة يعني تمثلنا عنها؟ في أدوية كثيرة زي ما قلت لك، ممكن من القطرات اللي بنستخدمها وتكون فيها مواد حافظة، أيضا قطرات الناس اللي يكون عندهم زرق العين أو نسميه إحنا الجلوكوما وبيستخدموا قطرات الجلوكوما أو زرق العين بتسبب أيضا جفاف العين. في بعض المضادات الأنتيستامين أيضا بتسبب جفاف العين، الكورتيزون اللي بيستخدموها، بعض الأدوية المصاحبة للمناعة الأمراض الرثوية أيضا بتسبب جفاف العين. ففي أنواع أدوية كثير بتسبب جفاف العين. حلو الكلام، جميل جدا. طيب دكتور أكيد عندكم أنتوا طرق لتشخيص جفاف العين، يعني لما أحد يجي عندكم طبعا في العيادة بتقولوا إيه عندكم أنتوا يعني جفاف عين، هل في طرق معينة أنتوا بتستعملوها لهذا الموضوع أو تشخيص جفاف العين عن طريقات فحوصات معينة؟ في صحيح الآن عندنا الآن مع التطور العلمي الموجود عندنا في الآن أجهزة جديدة بتفصل وتحدد لك إيش النوع اللي معاني فيه الشخص، هل هي الطبقة الدهنية أو الطبقة السائلية أو الطبقة المخاطية، فبتفصلها بشكل ممتاز جدا. لكن أهم شيء الأعراض اللي بيحس فيها المريض بناخذها، والشيء الثاني بنحللها على جهاز الستريتلامب أو الكشف المجهري اللي موجود عندنا، فبنشخص بشكل مبدئي أن الشخص هذا بيعاني من جفاف العين. بنبدأ الآن نسوي له بعض الأجهزة اللي موجودة عندنا أو الاختبارات اللي موجودة في العيادة. حلو جميل. منها قياس نسبة الغدد الدهنية أو نسميها الميموريان جلاند اللي موجودة في الجسم، بنشوف عددها، بنشوف العدد اللي موجود فيه أكتف أو نشيط، والعدد الآخر اللي نسميه نحن الأكتف أو نسميه أنه صار فيه تلف أو تليف موجود فيه. بنقيس أيضا مستوى الدمع اللي موجود كم كثافته، ومهم جدا الآن في جهاز بيقيس لنا الأوزمولاريتي أو كثافة الدمع، وبالتالي أيضا بنقيس معدل الحموضة اللي موجود في الدمع، وبالتالي بنعرف إيش السبب اللي موجود فيه. بيكون عندنا أيضا أجهزة تصوير للغدد الدهنية، فبنشوفها بشكل أوضح. يعني الأجهزة متعددة، منا أيضا شريم تيست بنقيس معدل الدمع اللي بينتج وبيفرغ في العين، أيضا مهم جدا نتابع حركة الجسم ونشوف كم معدل الرمش اللي بيحدث فيه خلال الدقيقة الواحدة، هذا برضو بيأثر. فالأجهزة موجودة، تطور العلمي موجود بيحدد لنا بشكل واضح وبشكل صريح الطبقة وعلاجها وإيش الأسباب اللي موجودة فيها. دكتور يعني هل فعلا، طبعا احنا حنطلع فاصل بس كده قبل فاصل ودي منك إجابة كده سريعة على ده الموضوع، هل الدموع لها جودة أو في حاجة بتحدد جودة الدموع؟ يعني مرات تكون دمع يمكن ما بيرطب كفاية. بالضبط، الآن كثير بيقول لك والله دكتور كيف تقول لي عندي جفاف وأنا الدمع بينزل على الخد، يعني أنا دمع دمع الخد يعني مرة خلاص الدموع بتنزل على طول. أيوه يعني بنواجهها والله هاني. فبالتالي المشكلة أنه جودة الدمع نفسه يعني سبحان الله، اللوق الله سبحانه وتعالى لما يخلق شيء بيخلقه بحكمة وبتوازن سبحان الله. دمع يكتيله ثلاث طبقات متوازنة سواء في السماكة، في التكوين، الترتيب تبعها، أي اختلال فيها سبحان الله يؤدي إلى جفاف. فقد يكون عندك نقص في الطبقة الدهنية ولكن يعوضه بزيادة في الطبقة السائل أو الإيكوس احنا نسميه، فبالتالي تزيد عندك الإيكوس بس انت بدون فائدة، فبالتالي يظل الغدة الدمعية بتفرز بشكل أكبر. جميل. الغدة الدهنية غير موجودة. جميل جميل فعلا، لازم كل شيء متوازن من ناحية حتى المكونات حقت الدم عشان تكون بالجودة المطلوبة. دكتور عيسى فاصل بسيط وحنرجع. طيب يلا ما راح نتأخر عليك. طبعا بنطلع فاصل بسيط مع نجم حلقتنا اليوم في طبابة الدكتور عيسى بعيسى استشاري مشارك طب وجراحة عيون، وأذكركم برقم الواتساب من أجل استفساراتكم 0556689001. طيب
طيب احنا وصلنا معاكم للفقرة الأخيرة برنامج طبابة، وحلقتنا اليوم عنوانها جفاف العين مع دكتور عيسى باعيسى استشاري مشارك طب وجراحة عيون، والاستفساراتكم 0556689001 هذا واتساب إذاعة ألف ألف أف أم. معاكم من خلف المايك أنا المهندس دكتور عيسى. يا مرحبا. كأنه جانا سؤال دكتور عيسى، ما أعرف هل هو في التخصص أو برا التخصص أو في الموضوع، بكلمك عن السؤال على كل حال من الأحوال. طبعا الأخ علي بيسلم عليك يا دكتور عيسى ويقول لك عندي حالة غريبة، يوم الإجازة إذا ما نزلت الصباح عيوني تزغلل في الليل، لما أنزل ألبس نظارة طبية من زمان وأشوف في الليل عادي في أيام الدوام، طالما من الصباح يقول إنه عنده وتشخص بشفاف عين وعلاج وكان مرطب ما جاب نتيجة، وبيتكلم عن الزغللة حقة العين اللي بتجيله في الليل، وبتكلم إنه هو معود عينه على النشاط، إذا في حالة إنه أخذ إجازة بيتعب. أنا هذا اللي فهمته من كلامه. هذا المفروض ما يأخذ إجازة على طول. وترى من مديرك حيحبك لو أنت ما تبغى إجازة، أتوقع ما عندك مشكلة من هذه الناحية. منها صحة للعين يعني. فإيش رأيك موضوع الزغللة هذا ولازم يشتغل، لازم يخلي نفسه نشيط باستمرار؟ ممكن يكون هو في موضوع الإجازة إنه ما بينام في يوم، اليوم اللي قبل الإجازة ممكن ما بينام كويس، فبالتالي عدم النوم والسهر أيضا بيأثر على جفاف العين وعلى الزغللة اللي بتصير معك في الصباح. الزغللة بتكون غالبا في الليل أو بتكون في بعض الأحيان أثناء السواقة، فهذا ممكن تكون في أحد العيوب الانكسارية أو ضعف الإبصار، إما استيغماتيزم أو نسميه بالعامية الانحراف، أو قصر النظر أو طول النظر موجود عنده، ممكن يكون بدرجات متفاوتة، فلذلك بيضايقه في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان ما يضايقه. الجفاف أيضا بيسبب لك زغللة، عدم وضوح في الرؤية في بعض الأحيان، فبتضطر إنك ترمش أكثر مرة مرتين ثلاثة وأربعة لين تتضح معك الرؤية، هذه من أحد الأسباب. الأفضل للأخ علي إنه يتوجه إلى طبيب عيون قريب منه أو في منطقته، بالتالي يقدر يبحث ويكشف عنه. ممتاز ممتاز. وطبعا زي ما قال لك علي اخوي علي الدكتور عيسى انه انت يبغالك تنام كويس، عدم النوم بانتظام او بشكل ساعات كافيه يمكن بيسبب لك هذه الزغلله وهذه المشكله. كمان في سؤال من ابو غزاي مديه الاحساء يقول لك دكتور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل تختلف قطره الترطيب للصغار عن الكبار؟ ما في قطرات خاصة للصغار عن الكبار، بس المهم الان في الفتره هذه خصوصا في الاطفال، انا افضل إذا كان الجفاف شكله خفيف جدا وكان السبب معروف سواء استخدام الأيباد بشكل كبير أو التليفون أو البلاي ستيشن، أنا في عندي في العيادة ما أعطي أدوية ولا أعطي قطرات ترطيب، ما أعطي قطرات للأطفال إلا إذا استدعى الأمر وحسيت أن الجفاف متقدم أو بدأ يدخل في مرحلة مرضية. فبالتالي الأطفال اللي يكون في بداية جفاف خفيف، الوقاية خير من العلاج فعلا. طفل جسمه لسه متهيئ، جسمه بيعطي نشاطه أكبر، الخلايا بتعوض بشكل أفضل، نعطيه فرصة، الجسم بيقاوم بدون أي تدخل، بس نتبع الوقاية والعلاج، أو يعني المنع من الجوال، تخفيف الساعات، تخفيف الفترات اللي بتكون فيها، النوم الصحي، التغذية، شرب الماء بشكل كويس، يعني هذه كلها بتساعد الطفل وبالتالي ما بيحتاج أن يأخذ. لكن لو اضطرينا إن نعطي أدوية ممكن نعطي قطرات ترطيب خالية من المواد الحافظة، وبالتالي نقلل التهيج العين وبيأخذ ماء عادي جدا مرطب بيعوض في بعض الحالات. ممتاز ممتاز الله يعطيك العافية دكتور. في سؤال ثاني بس أوكي أسمع السؤال هذا، طبعا أنت الدكتور مو بأنا بقول لك، هو يقول يا دكتور يقول السلام عليكم دكتور عيسى، أنا عندي التهاب العنابية أو العنابية وتعالجت لفترة طويلة تسببت بتلف العدسات، وسويت زراعة عدسات بس التهاب ما زال موجود، بإيش تنصحني دكتور بقطرة مناسبة تخفف شوي علي؟ معك أبو علي من نجران. ممكن يكون عنده يقصد إنه التهاب قزحية العين أو شيء زي كذا، أنا ماني عارف العنابية هذا أنا ما أعرفها شخصيا، بس يمكن نقول نفترض إنها قزحية العين، ممكن يكون عنده التهابات متكررة في العين، فبالتالي هذه يعني تحتاج تشخيص بشكل أوفى. بتسبب تهيج والتهابات داخل العين، تسبب مويه بيضاء، بيضطر انه يشيل المويه البيضاء ويسبب التهاب، اسبابها كثير جدا، لازم يفحص في العياده، نتاكد من التشخيص، بنعمل فحوصات للدم، بنعمل صور للصدريه، بنسوي يعني لها طريق اخر من الفحوصات، وبالتالي بنوصل الى العلاج بشكل اساسي ونهائي. ايضا هذا التهاب قزح العين بيؤدي الى جفاف في العين، فبالتالي ايضا بيسبب مشاكل في الجفاف.
علاجه لازم تتابع مع طبيب عيون ويكون في منطقتك قريب منك، ما بتك عاجز انك تروح له كل فترة اذا صار عندك اشكالية. لازم تعرف السبب وبالتالي حتعالج بعده. ممتاز ممتاز يا دكتور، وانا اقول كل واحد ما تقدم في السن لازم يعمل كشف دوري. انا اشوف انه 40 وطالع الموضوع يبغى له كشف في كشف اذا ماني غلطان. صحيح. نقول من 40 الى 50 يعني اذا كان الوضع طبيعي كل سنتين مرة على الاقل. على الاقل كل سنة مرة زيارة طبيب العيون. نعم. طيب دكتور، صديقة البرنامج راوية تقول لك دكتور بما أنك أنت بتتكلم عن جفاف العين، إذا أنا في البيت في المنزل هل تنصحني بعلاجات منزلية من أجل الوقاية؟ زي ما قلنا أول شيء الوقاية أنه تبعد عن التكييف، ما تكون جالسة عليه مباشرة، التلفاز لازم تستخدمه بشكل يعني يكون في مسافة، ما بتحاول تركز في التلفاز بشكل كبير، الجوال ما بتستخدمه فترة ساعة إلى ساعتين بدون ما تريح عينها، دائما اللي بيستخدم كمبيوتر نفس الشيء، احنا بنقول له اتبع قاعدة 20-20-20 اللي هو كل 20 دقيقة تريح عينك لمدة 20 ثانية بتطالع على نقطة تبعد عنك بستة أمتار أو 20 قدم، فبالتالي أنت بتريح العين. تشرب الماء الكافي أثناء الطبخ، يعني حاول أنه يكون الجو في المطبخ كويس، يكون في شفاط الموية شفاط الهواء عفوا اللي بيسحب الأبخرة وبيسحب البخار اللي بيطلع من الطبخ، بالتالي بيتخفف من الأشياء هذه. الاستحمام في الموية الحارة أيضا بسبب جفاف العين. صحيح. إن كانت الموية معتدلة وكانت الموية تميل إلى البرودة بشكل أساسي بيكون أفضل. هذه الأشياء اللي ممكن يسويها الواحد في البيت. وطبعا كمان لو هي في البيت لا تلبس عدسات، خليها تبعد عن العدسات اللاصقة، هذا شيء ممتاز يعتبر ولا؟ نعم صحيح. حتى لو طبية. ايوه احنا بنقول يعني دائما العدسات يعني استغلها في اضيق الظروف، تطلع طلعة خفيفة ثلاث ساعات اربع ساعات وبتشيلها، يعني ما يمنع مع الحرص على نظافة العدسة، على تغسيل اليد، عدم وضع المنديل من عين الى اخر، يعني في اشياء لازم الواحد ينتبه لها. طيب سؤال أخير عندك طبعا من أم طارق تقول لك هلا دكتور، وش رأيك في أكياس الشاي عشان تودي إرهاق العين، ولا هذا مجرد طب شعبي غير صحيح؟ أكياس الشاي لا، يعني إحنا لو بنرجع للتاريخ الأدوية فعليا أخذت من الأعشاب يعني ومن المنتجات الزراعية، لكن الإشكالية متى نستخدم الشاي أو كمادات الشاي ومتى ما نستخدمها. كمادات الشاي في دراسات أثبتت أنها جيدة، والآن في مسحات زي المناديل كذا بيكون مستخلصة من زيت الشاي. حلو. بالتالي هذه بتساعد على تخفيف الالتهابات جفن العين، وبتنظف الرمش، وبتحفز الغدد الدهنية أنها تنتج. كمادات الشاي مفيدة في بعض الحالات منها التهابات جفن العين أو عداء وقصور في الغدد الدهنية الموجودة في جفن العين. الكم هذه بتساعد عليها. في الآن منتج محضر بشكل علمي في الصيدليات بينتج في مستخلص زيت الشاي وبالتالي بيساعد. في ناس تستخدمه على الغدد الدهنية أو انتفاخ الغدد الدهنية اللي بنسميه بالعامية جليجل أو جلجال زي كذا، أيضا يستخدمون له كمادات الشاي بيستفيدوا منها. الله يعطيك العافية دكتور، يعني أنت فاجأتني بموضوع الشاي، أنا فكرته فعلا مجرد طب شعبي ولكن واضح أنه ليه منحنى علمي. ايوه دكتور يعطيك العافيه فعلا هذه المعلومه، انا جدا سعيد بالمعلومات اللي سمعتها اليوم. الله يسعدك يا حبيبي يا هاني، تشرفت فيكم. الله يعطيك العافيه يا دكتور، وسهلتها علينا فعلا من ناحيه المعلومات بين الطب الشعبي وما بين الطب الطبيعي وما بين الوقايه حتى. طبعا دكتور عيسى بعيسى استشاري مشارك طب وجراحه عيون معنا كان اليوم بحلقه طبابه، شكرا لك يا دكتور. شكرا لك هاني، وشكرا لجميع اسره الف اس ام، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله باذن واحد احد. يا لقاء مستقبلي معك يا دكتور باذن الله. باذن الله تحياتي لكم. يا هلا الله يخليك، فمان الله، مع السلامه. طبعا كان معنا دكتور عيسى بعيسى استشاري مشارك طب وجراحة عيون، ومعاكم من خلف المايك أنا كنت هاني المهندس، من الإخراج والكنترول الأستاذ أحمد موسى. اللقاء متجدد معاكم في الغد بنفس الوقت، ونكمل الآن مع بقية برامجنا وأنتم تستمعوا لإذاعتكم ألف ألف فم، لا تغير الموجة.